دعما ومواساة للمرضى، إضافة إلى الدور الذي نلعبه كإطار ديال لو ريبون روز، الشريط الوردي بجهة بني ملال خنفرة. قدمنا هذا الانطلاقة ديال هذه الحملة التحسيسية لمدة لشهر أكتوبر الوردي، اللي غادي تبدا إن شاء الله في 5 أكتوبر إلى 29 اكتوبر من نفس الشهر. في هذا الاطار كيكون العمل على جوج ديال الواجهات. الواجهه الاولى وهو تحسيس لكل النساء على انهم يلتجؤوا للمراكز الصحيه من اجل اخذ بطاقه والتوجه للنقطه اللي غتكون فيها الكشف المبكر لداء السرطان. والنقطه الثانيه هو مواكبه المرضى اللي كي يتعالجوا من هذا المرض ديال السرطان، سواء على المستوى الاجتماعي، سواء على المستوى البسيكولوجي، سواء على المستوى النفسي. وشكرا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أستاذة مريا الزمزمي من جامعة السلطان مولاي سليمان، ورئيس المؤسسة لنادي ليونس بني ملال موارد ومنابع. اليوم كانت عندنا الانطلاقة ديال أكتوبر الوردي. أكتوبر الوردي هي حملة تحسيسية وتوعوية على مخاطر سرطان الثدي، وهذه الحملة انطلقت من غادي تنطلق إن شاء الله من 5 أكتوبر لهذه السنة إلى 29 أكتوبر من نفس السنة. هي حملة كتخص نساء جهة بني ملال خنيفرة خصوصا. غادي يكون الكشف المبكر، غيكونوا حملات تحسيسية وخصوصا كشف مجاني بالنسبة لجميع نساء جهة بني ملال خنيفرة. فمن هذا المنبر كندعو جميع النساء والرجال اللي سمعوا هذا النداء باش يخبروا بعضياتهم ويعلموا انه كاينه حمله تحسيسيه غادي تكون ابتداء من 5 اكتوبر وطيله شهر اكتوبر. فنتمنوا انكم تخبروا بعضياتكم وتكونوا كثيرات فاش تجيو. بالنسبه ل قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.